عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم الشيخ صالح الله يحفظك، بسألك عن أذكار الصباح، إذا كانت صليت السنة حقت الفجر بعد الأذان وبديت فيها بعد السنة، وإذا كان يعني يجوز لي، هل أقرأ سورة المعوذات والكرسي قبل أخلص الصلاة ولا لازم بعد الصلاة إن شاء الله؟ طيب شكرا يا محمد، بارك الله فيك. نعم أحسن الله إليكم. محمد من جدة يقول، يسأل عن أذكار الصباح بعد سنة الفجر بارك الله فيكم، هل هذا وقتها؟ ويسأل عن المعوذات أيضا قراءتها. أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر، تبدأ من طلوع الفجر، فلو أتى بها قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو أتى بها بعد يعني بعد طلوع الشمس، كل هذا وقت لأذكار الصباح. نعم. وأذكار المساء الثاني. لا يسأل عن أذكار المساء. نعم. أذكار المساء تبدأ من زوال الشمس، أتى بها يعني بعد زوال الشمس، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، لا بأس.